القبض رسميا من قبل وزارة الداخلية على صلاح الدين التيجاني، تصدر عمليات البحث كلها على الانترنت الفترة اللي فاتت قالب مصر كلها صلاح الدين التيجاني اتهام بالتحرش، ولكن كون انه يتم القبض عليه رسميا خلاص كده اصبح الاتهام واقع وهو دلوقتي مياسل للتحقيقات. ايه اللي حصل؟ عاوز اقول لك ان اكتر من حد وسيدة ثلاثة تحديدا قدموا بلاغات من خلال المجلس القومي للمرأة والمحامي بتاعهم يا جماعة ان هم بينضموا للبلاغ اللي قدمته البنت اللي قالت اتهمته بالتحرش، ان الثلاث سيدات دول كمان كان في تحرش مش بقى لفظي بس وانترنت، لا ده كمان ده كان في تحرش مباشر في احد الزيارات في الزاويه والجامع والحاجات المقززه اللي ممكن تتخيلوها من هذا الشيخ. قالوا ان من 2004 في واقعة اغتصاب لنفس الشيخ في زاويه ظهرت السيده طلعت قالتها، وقتها ما تمش الحكم عليه العشر الادله ايه، فواضح ان هو جاي بتاريخ سيء للغايه. حزين جدا ان عندنا مشايخ لسه ممكن الناس تبقى بتتبعها. والمدهش يا جماعه ان الاستاذ عبد الرحيم والمؤلف العظيم المؤلف الحشاشين يعني وفنانين كتير جدا من مردي مقتنعين جدا لغايه اللحظه دي هم وغيرهم، عايز اقول لكم ان في 15 مليون مصري سواء مشاهير او غير مشاهير ليهم مردين يا جماعه، ليهم شيوخ. انت ما بتعرفش تعيش من غير شيخ، لازم الشيخ لازم يبقى لك شيخ. متخيلين يا جماعه احنا بنتكلم في ايه؟ فاعتقد وقعت صلاح الدين التيجاني ديت وقعت فوقنا كلنا. في كام صلاح الدين التيجاني تاني موجود ونعرفوش؟ وحتى الثلاث اتهامات دول او الاربع اتهامات وواحده اغتصاب من 2004، لو الراجل ده خد بعد اتحادات النيابه 4 ايام استمرار اعرف ان الموضوع فيه انه ومكمل، لان هو دلوقتي مثلا في اتحادات النيابه برضه قدم بلاغ ان هم بيشهروا بيه يعني. ولكن العبره هنا ان البوستات اللي اتنشرت ليه وهو بيتكلم بيقول لك ربنا من ضمن اسمائه محمد ومحمود وان سيدنا النبي ده روح مش جسد، انا سمعت له الحاجات دي شخصيه تقدروا تشوفوها كلها يعني. فلما الاسم برز وانتشر صلاح الدين التيجاني عايزين نعرف مين الراجل ده، مش كتير كانوا يعرفوه، مشهور جدا في امبابه وعلم لكن مش كل الناس كانت تعرفه قبل هذه الواقعه والاتهام. لما تخش تسمعه اقسم بالله ما ناخوليا، والله العظيم ده ضرب من الخيال يا جماعة، ده بيقول كلام والعياذ بالله ده مش حافظ القرآن يا جماعة، ده قعد 4 مرات عشان يقول آية مش عارف يقولها. فأنا مش مستغرب لفة السبحة والألوان والخواتم والجوانت والناس دول ونشوة مصطفى تقول له صباحك نور يا نور، يعني نور ربنا بتقول له كده وأقسم بالله. أحمد سعد وسمية الخشاب والمثقفين والمؤلفين يا جماعة أنا عاوز أفهم، وأنت في لسه في ناس في مصر فعلا ما بتعرفش تعيش من غير شيخ؟ تتصوروا إنه طلع إن في ناس ما بتعرفش تعيش من غير ما يبقى لها شيخ تتبعه؟ ده احدهم يا جماعه وشفتها دي وبرده موجوده على النت، لما الشيخ كان بياكل بالمعلقه الشيخ قال بالمعلقه يا جماعه ويعدي عليهم كلهم يتسابقوا عشان يلحسوا ياخدوا المعلقه مطرح بقه، ايه القرف ده؟ ايه القرف؟ اقسم بالله حصل الشيخ قال بالمعلقه كله عايز ياخد البركه يحط بقه مكان بقه، يخرب بيت كده واحنا فين؟ يا جماعه المشكله مش في طبقه جاهله او طبقه مش متعلمه، انا بقول لك مؤلفين وفنانين وطبقه راقيه، يعني ايه ده يا جماعه ده؟ ايه غسل المخ ده؟ لسه في حد بيفكر كده؟ لسه بقول لكم من يومين اسرائيل بفجرت بجر عن بعد يا جماعه واحنا بنفكر في المريدين والشيوخ، حاجه جنان. ايه الناس دي؟ في كام صلاح؟ طب صلاح الدين التيجاني مقبوض عليه وبيتحقق عليه دلوقتي ورسميا في النيابه، يقوم ظاهر جوه نفس المرحله الطريقه الكركريه، يعني قولوا لي بقى والله العظيم موجوده ما خلصناش من التيجانيه البتنجانيه جاي لك الطريقه الكركديه باللبس البلياتشو، اكتبوا دلوقتي الطريقه الكركديه بعد انت بتتفرج على الفيديو ده. هو ايه العبث والهرج ايه اللي بيحصل في المجتمع يا جماعه؟ وايه اللي حصل يا جماعه؟ فين دروس الزاويه المعتدله وفين الشيوخ وفين الجواب يا جماعه؟ هو المجتمع المصري حصل فيه ايه؟ هي النخبه حصل فيها ايه؟ ده اللي ظهر على السطح. في كام حد تاني موجود ما نعرفوش؟ تحرش جنسي وصور جنسيه وتحرش في زاويه الجامع، ايه القرف ده؟ ايه القرف؟ شيخ ايه وابوس ايه واكل مكانه ايه بمعلقه ايه؟ يا جماعه ما في قران وسنه، هو ده قبلتك القران والسنه، اي حاجه تاني ما انزل الله بيها من سلطان، ايه العبث والهري ده بقى؟ ولازم ليه تتبع واحد؟ يعني هو انت ما هو انت لما تتبع سيدنا النبي ده مش كفايه؟ طب لما تتبع القران ده مش كفايه؟ ليه لازم يبقى لك شيخ؟ 15 مليون بيتبعوا الطريقه الصوفيه، والطريقه الصوفيه دي بقى يعني برضو لها ما لها وعليها ما عليها، الناس كتير بتشوفها بكل زاويه. ولكن انا دايما مع الاعتدال يا جماعه، الاعتدال هي معروفه، الفروض معروفه والسنه معروفه وحياتك العاديه معروفه، ايه اكل معلقه مكانه وابوس ايده وامشي واصبح عليه وانت نور ويقعد يوجهك؟ ده في بعض الناس قالوا خلاص انا لو الشيخ بتاعي راضي عني ما اصليش. تصوروا وصلت لكده؟ تصوروا وصلت لكده؟
يعني، ويقول له هو يقول لك هو نفسه التيجان ده يقول لك ايه، وانت بتسلم على الشيخ بتاعك ما تخرجش ما تديلوش ظهرك، عارفين انتوا اللقطه تخرج كده دي زي افلام زمان، اخرج بوشك ليه. ده غير ان انت لو جعان وعطشان وبصيت له ما شبعتش تبقى انت مش صادق في حبك ليه. طيب يعني هو بيشبع للدرجه دي؟ طب حلو جدا. يعني كام واحد تجاني يحل ازمه الغلا اللي في مصر دلوقتي؟ نطلعه في التلفزيون بالليل ونقعد الناس قدامه يبصوه ويحبوه وياكلوا ويشبعوا، ومن غير ما ياكلوا عشان لو معهمش فلوس يشتروا اكل ولبس والاكل غالي، خلاص بص للشيخ بتاعك وحل الازمه الاقتصاديه. بلاش قرف بقى، بلاش عبث. قبض عليه والتحقيقات شغاله، هنشوف دايما الحكم عنوان الحقيقه. خلي بالكم يا جماعه بتودوا عيالكم لمين او انتوا نفسكم بتبقوا، يعني انا اعتقد المرودين دول من مشاهير، ماذا ستفعلون الان؟ هل هنجيبهم بقى في التلفزيون ونقول لهم كنتوا مقتنعين بصلاح الدين التيجاني وهو طلع متحرش ومغتصب ودجال وكذاب، انتوا بقى وانتوا كنتوا بتقولوا الكلام ده على مرسي على نشوى مصطفى على احمد سعد على سهير الخشاب على غيرهم، هتقولوا ايه؟ هتقولوا ايه للناس دلوقتي وانتوا المفروض ان انتوا بقى قدوه برضه؟ فبجد عملية يعني محتاجة ترتيب البيت تاني، واعتقد ان المشهد ده محتاج ضبط. وخلينا نشوف الفترة الجاية دي الحكم عليها هيبقى موجود على ايه. خلي بالكم على نفسكم ومن عيالكم، اتقوا الله في نفسكم، اعبدوا ربنا بالطريقة التقليدية المعروفة مش من خلال وسيط بينك وبينه، انت وربنا مش محتاج وسيط يا حبيبي، انت بس. ربنا يستر على الجميع.